بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم طلابا وطالبات في شركة تطوير للخدمات التعليمية. سنقدم لكم اليوم درس للصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي الخالدة، وموضوع الدرس في الوحدة السادسة نص الاستماع مشكلة تدفق المعرفة. أهداف درسنا لهذا اليوم هي الإنصات والتفاعل، والاستماع باحترام لوجهات النظر المخالفة، وكذلك الإجابة عن أسئلة تفصيلية، وأخيرا تعليل الرأي فيما استمع إليه. هذه أهداف درسنا لهذا اليوم، فلنبدأ مستعينين بالله في تحقيقها. بداية، أيها الطالب، أتذكر أن من آداب الاستماع، ركز معي أيها الطالب، هذه من آداب الاستماع الإنصات والنظر إلى المتحدث وإظهار ملامح الفهم وتجنب المقاطعة والاستجابة للمتحدث والتفاعل معه. هذه مجموعة من الآداب ينبغي عليك أيها الطالب التحلي بها حينما تستمع إلى نص معين أو تستمع إلى وجهة نظر أو غير ذلك. أتأمل مصادر المعرفة والمعلومات التالية وأرتبها تصاعديا حسب أهميتها بالنسبة إلي. ركزوا في هذه الصور، هي عبارة عن مصادر للمعرفة والمعلومات. ركزوا في الصورة الأولى، صورة تعبر عن الشبكة العنكبوتية الإنترنت، وكذلك الصورة عبارة عن مجموعة كتب، ثم الصورة الثالثة عبارة عن مجموعة جرائد، والصورة الرابعة عبارة عن راديو، والصورة الخامسة عبارة عن اسطوانات، والصورة الأخيرة عبارة عن شاشة تلفزيون. عزيزي الطالب، رتب هذه المصادر على حسب أهميتها ترتيبا تصاعديا. فكر وحاول بالإجابة، ونقول أولا: ممتاز، هذه الصورة التي تعبر عن الشبكة العنكبوتية الإنترنت. ثانيا، ثم يأتي بعدها نقول الإجابة: أحسنت، الصورة التي تعبر عن مجموعة الكتب. والثالثة نقول: ممتاز، هذه الصورة التي تعبر عن مجموعة الجرائد. والصورة الرابعة: أحسنت، الصورة التي تعبر عن الأسطوانات. والخامسة: ممتاز، الصورة التي تعبر عن شاشة التلفزيون. وآخرها ترتيبا هي الراديو. أحسنتم وبارك الله في جهودكم، وننتقل للتالي، نص الاستماع. ركز معي أيها الطالب الكريم في قراءة هذا النص، واستمع إليه جيدا لكي تجيب عن الأسئلة اللاحقة. نبدأ بالنص مستعينين بالله. النص: مشكلة تدفق المعرفة. نحن نعيش بالفعل في عصر انفجرت فيه المعلومات كثوران بركان يكتسح كل شيء، ولم تعد مشكلتنا هذه الأيام قلة المعلومات، بل مشكلتنا في تدفقها بكميات أكبر وأعظم من أن نستطيع استيعابها أو حتى نسمع بها. فحتى 100 عام مضت كان الناس أميين مقتنعين بمعارفهم المحدودة والبسيطة، أما اليوم فكثرة المعلومات وتعدد الآراء جعلت الإنسان مشوشا لانشغاله في نواح عديدة. انظر كم رأيا للأطباء حول أمراض كثيرة كالصداع والرمد، وكم نظرية للعلماء، وكم تفسيرا للسياسيين، وكم نصيحة للخبراء يلقونها اليوم ويلغونها غدا. في عصر ما قبل الطباعة كانت المادة المكتوبة عزيزة وشاقة، مما تسبب في ضياع كثير من الإبداع البشري. ولكن ما أن طبع يوهان غوتنبرغ أول كتاب في القرن 15 الميلادي حتى بدأ الكتاب ينزل من عليائه وتصبح المعرفة بسعر الورق الذي تطبع عليه. في كل عام يطبع من الكتب ما يفوق سكان الأرض، ومن الورق ما يغطي زرقة المحيطات وخضرة اليابسة. ولو افترضنا أن أحدنا عاش 100 عام وقرأ في كل يوم كتابا، فلن ينهي أكثر من 36,000 كتاب.
ثم جاءت الشبكة العنكبوتية الإنترنت واكتسحت ما عداها بجاذبيتها وتنوعها واعتمادها الصوت والصورة. أبرز ما يميز الإنترنت تفاعلها الثنائي، فالمعلومات التي تأخذها من الكتاب أو التلفاز أحادية الاتجاه لا تستطيع المشاركة فيها أو الاستزادة منها أو حتى تكييفها حسب ظروفك. أما الإنترنت فهي عكس ذلك، تأخذ منك وتعطيك، تحيلك إلى فروع ومراجع بإمكانيات لا تنتهي، وهي فوق ذلك تتكيف مع ظروفك والتكرار الذي تريد. الإنترنت بدون شك نافذة غير محدودة للمعلومات، لا يمكن مقارنتها بأي مكتبة ورقية. فإن كان شخص يفخر بأن لديه 2000 كتاب، فإن موقعا واحدا على الإنترنت، مكتبة الكونغرس مثلا، يوفر 25 مليون كتاب. البحث فيها كلها أسهل من البحث في مكتبة صغيرة. وغزارة المعلومات لا تعني ازدياد المعرفة بالضرورة، فالمعلومة شيء محفوظ قد تردده كالببغاء، أما المعرفة فهي إدراك وتطبيق لتلك المعلومة. دعني أضرب لك مثلا بسيطا، كان الكثير من الصحابة إذا حفظ آية بادر إلى تطبيقها في حياته اليومية مبادرة سريعة قبل أن يتجاوزها إلى غيرها. أما اليوم فنرى أطفالا ربما حفظوا القرآن كله لكنهم لا يدركون قيمته فضلا عن تطبيق محتواه. والشيخان البخاري ومسلم جاهدا للبحث عن الأحاديث الصحيحة وتصنيفها جهادا طويلا، فقد يرحل أحدهما لشهر أو شهرين، ونحن نعرف مشقة الرحيل في تلك الأيام من أجل حديث واحد. أما في هذا العصر فيملك أي شخص قرصا مدمجا ب15 ريالا يحوي جميع كتب الأحاديث والتصانيف، ويستطيع استخراج ما يريد بضغطة زر واحدة، ومع هذا يعلوه الغبار من قلة الاستعمال. إنه عصر سيطرة المعلومة، فأصبحت بذلك هي المشكلة. للكاتب فهد عامر الأحمدي. بعد قراءة النص الآن أتعرف الأديب. من هو كاتب النص السابق؟ ممتاز، هو فهد عامر الأحمدي، ولد في المدينة المنورة في حي العطن، نشأ في منزل جدته لأمه والتي تنتمي لأسرة الصقعبي. هذا هو الكاتب، ركزوا معي، اسمه فهد عامر الأحمدي، ولد في المدينة ونشأ في منزل جدته لأمه. درس في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وكتب أكثر من 6000 مقال، وألف كتابا بعنوان الزاوية يتضمن 100 مقال من مقالاته. صدر له كتاب حول العالم 1، ويعتبر الكاتب الأعلى أجرا على مستوى الكتاب السعوديين حاليا. أجيب عن الأسئلة التالية: أولا، متى بدأ الكتاب ينزل من عليائه حسب رأي الكاتب؟ تذكر أيها الطالب من خلال استماعك للنص السابق، بدأ الكتاب ينزل من عليائه. الإجابة هي، أحسنت، عندما طبع يوهان غوتنبرغ أول كتاب في القرن 15 الميلادي، وأصبحت المعرفة بسعر الورق. ثانيا، ما أبرز ما يميز الشبكة العنكبوتية؟ تذكر من خلال استماعك للنص السابق. والإجابة، ممتاز، أبرز ما يميز الإنترنت تفاعلها الثنائي. ثالثا، كم كتابا يوفره موقع مكتبة الكونغرس على الإنترنت؟ تذكروا العدد الذي ذكرناه، مكتبة الكونغرس توفر أكثر من، ممتاز، 25 مليون كتاب، أحسنتم. ثانيا، أورد الكاتب في نهاية مقاله ما يؤيد الرأي التالي. هذا الرأي: الازدياد من المعلومات لا ينفع صاحبه ما لم يصاحبه العمل والتطبيق. هذا الرأي أورده الكاتب في نهاية مقاله وأيده. أولا، أستنبط الدليل على ذلك. ما الدليل على الرأي السابق؟ تذكروا من النص، فكر أيها الطالب.
والإجابة هي أحسنت. الكثير من الصحابة إذا حفظ آية بادر إلى تطبيقها. ثانيا، أبين رأيي في الدليل مع التعليل. ما رأيك أيها الطالب في هذا الدليل وما هو تعليلك؟ الرأي ممتاز، أوافق الكاتب فيما ذهب إليه. وما هو التعليل؟ أحسنت، لأن المثال يمثل حال عصر الصحابة ويناسب القضية التي يعرضها الكاتب. ثالثا، أحكم على صحة الأفكار مع تدعيم ما أقول بأدلة. الآن سنقرأ بعض الأفكار ونريد أن ندعمها بالأدلة. أولا، فحتى 100 عام مضت كان الناس أميين مقتنعين بمعارفهم المحدودة والبسيطة. فكر أيها الطالب، والإجابة هي أحسنت، الفكرة غير صحيحة لأن الأمية كانت نسبية. ثانيا، في عصر ما قبل الطباعة كانت المادة المكتوبة عزيزة وشاقة، مما تسبب في ضياع كثير من الإبداع البشري. ما صحة هذه الفكرة؟ فكر ونقول بأن الإجابة هي أحسنت، الفكرة صحيحة. ما هو التعليل؟ لأننا نسمع عن بعض الكتب التي ألفت قديما لكننا لا نجدها. ننتقل للتالي، تدريبات عامة. أجيب عن الأسئلة التالية. أولا، من طبع أول كتاب في العالم؟ تذكر وحاول بالإجابة من خلال استماعك للنص السابق. فكر ونقول الإجابة هي أحسنت، يوهان غوتنبرغ هو من طبع أول كتاب في العالم. أول من طبع كتاب في العالم هو يوهان غوتنبرغ. ثانيا، كم كتابا يطبع كل عام؟ حاول بالإجابة ونقول الإجابة هي ممتاز، يطبع من الكتب في كل عام ما يفوق سكان الأرض. تعلمنا في درسنا لهذا اليوم مشكلة تدفق المعرفة، عصرنا عصر المعلومات، أهمية اختراع الطابعة وميزات الإنترنت. إلى هنا يكون انتهى درسنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.